أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم زي طارق سيدنا طارق سيد زي فرانكفورت. نهنئكم بهذا العيد السعيد ونسأل الله عز وجل أن يدخل علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا الفرحة والبهجة والسرور بهذه المناسبة، خاصة المنكوبين من إخواننا المسلمين والمستضعفين والأرامل والضعفاء والمساكين، فصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. والكرام، لقد بذلتم كثيرا في هذا الشهر الكريم، أبتعتمونا وأسعدتمونا بعمارتكم للمسجد ثم بصدقاتكم ونفقاتكم. كان شهرا مليئا النفحات والرحمات والربانيات، هذا من فضل الله عز وجل علينا ومن فضل أهل العلم وأهل القرآن من المشايخ الذين زارونا، ثم يرجع الفضل إليكم كذلك، أنتم عمار المساجد وأهل طارق بن زياد. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، أن يجعل هذا الجهد إن شاء الله في ميزان حسناتكم، وأن يخلفه بركة في أولادكم وأرزاقكم وصحتكم، آمين يا رب العالمين.